نفسينا وبنعزي اسره الكره الرياضيه المصريه في الكابتن محمود صالح صخره الدفاع، الله يرحمه، فربنا يرحمهم جميعا ويتخمدوا برحمتهم وان شاء الله في الجنه باذن الله. كابتن رامي منور يا كابتن. كابتن محمد ازي حضرتك عامل ايه؟ الله يخليك يا كابتن. بقاء لله ونعم بالله. بقاء لله برضه في الكابتن محمود صالح. وانا مبسوط ان انا مع حضرتك يعني دي تاني مره وان شاء الله تتكرر جديد. منور دايما يا رامي. توفيق ليك ان شاء الله الموسم الجاي كده وتواجدك ان شاء الله في نادي المقاولين العرب ان شاء الله كده كل التوفيق مع جهاز كابتن عماد النحاس طبعا. ان شاء الله. وتجربه كانت انت احد ابناء نادي المقاولين العرب وبالتالي طبعا ان شاء الله كده تجربه تبقى مختلفه. وقبل ما اروح للكابتن وده ما دام اتكلمنا عن المقاولين العرب. اسباب ما حدث المقاولين العرب هذا الموسم وصعوبه موقفهم في الموسم القادم شايفها ازاي؟ هو طبعا يا كابتن محمد يعني نادي المقاولين كانت البدايه مع الكابتن شوقي غريب. جاب لعيبه جديده. عمل احلال وتجديد. كان في اثنين لعيبه من اهم اثنين لعيبه موجودين في النادي دول كانوا موجودين واحنا ماسكين الكابتن عماد الفتره الاولانيه اللي احنا جينا فيها كان لويس لعيب كولومبي وجون اوكلي استروزا. استروزا لويس استروزا ده بيلعب طرف يمين. وكان سريع قوي. واحنا كنا موجودين برضو في اخر سيزون لينا كنا جايبين جون اوكلي غير جون ابوكا. اوكلي اللي هو راس الحربه. راس حربه بصراحه عمل سيزون كويس قوي مع الكابتن شوقي غريب في الخمس مباريات يعتبر هو كان سبب في ان النادي المقاولين يستمر. السيزون اللي بعده جايب حوالي 11 جون. ايه اللي حصل فيه؟ مشاكل حصلت بينه وبين النادي. كان جاي له عروض كان بقاله سيزون واحد جاي له عروض بس ممكن ما النادي ما رضيش بيها والكابتن شوقي فالولد هرب راح ليبيا. الاثنين دول ونادي المقاولين كنا كابتن شوقي او الفتره اللي كان كابتن عماد موجود فيها كان بيقفل كويس ويلعب على الكونتر اتاك فكان عنده الثلاث لعيبه اللي فوق سرعات هي اللي الاسمين منهم اللي انت قلت عليهم دول كانوا عاملين فرق مع الفرقه يعني. فطبعا دول لما يطلعوا مره واحده من الفرقه اثروا عليهم. عمر فايد كان عامل سيزون كويس. احترف. كان في اعارات قطه وكام لعيب كده من بيراميدز الاعاره خلصت ما جددوش الاعاره فده كله فرق مع الكابتن شوقي السيزون من بدايه السيزون يعني. بدا الدوري مش زي السيزون اللي قبله. اثر عليه يعني الدور الاولاني يا كابتن محمد زي ما حضرتك عارف اللي ما يعرفش يجمع ابنات طبعا بيأثر عليه في الدور الثاني. ما اعرفش الفرقه دايما بتستسهل الموضوع في الدور الاول يقول لك معلش الماتش اللي جاي ثم الماتش اللي بعده يعني فتلاقي الدنيا بتهرب بقى تهرب وتيجي الدور الثاني خلاص البونت اللي بيعدي مش بيرجع ثاني فده اثر عليهم فجه مشي الكابتن شوقي طلعت محرم مسك ماتشين ثلاثه وبعدين جه الكابتن عوده قعد برده ثلاث اربع ماتشات وبعدين مشي وبعدين مسك طلعت وبعدين جه الكابتن معتمد قعد حوالي خمس ست ماتشات وبعدين طلعت فالحاجات دي كلها كلاعب انت حضرتك كنت لعيب وكابتن محمود اللعيب وكل ثلاث اربع ماتشات يجي مدرب جديد على ما بيتاقلموا ما بيلحقوش صح صح فده اللي وصل النادي للموقف اللي هو فيه وكان واحد نفسه اللي طيب هو طيب فكره الظلم التحكيم وما تعرض له نادي المقاولين من ظلم من خلال بيانات نادي المقاولين ده برضه شايف دي عامل ولا هو الظلم على الناس كلها يعني انا في اخر موقف اللي هم اتكلموا عليه نادي المقاولين اللي هو كان ماتش انبي اللي هو حصل فيه تعادل في الدقيقه الرابعه من الوقت كمان الضيق. ماتش بيراميدز كمان اتكلموا على ماتش بيراميدز لا انا هتكلم على انبي عشان الموقف ده حصل في اليورو تاني يوم اوكي بالظبط يعني فاروقه راس الحربه بتاع انبي بيحط الكوره طلعت من بره ففاروقه كمل فيه تاني يوم كان انجلترا بتلعب هولندا وحد من انجلترا كين روي كين بيحط الكوره اتحسب الضربه جزاء طلعت اصلا بره خالص وسباك رايت كمل في رجله اتحسب الضربه جزاء فنفس الموقف يعني فانا هي بتبقى من بره انت شايف اللي فيه ظلم لكن هيبقى سبب من الاسباب بس مش هو السبب الرئيسي يعني لو كان في حاجه في التحكيم الرئيسيه اللي انت قلت على الانديه كلها لكن الاسباب الرئيسيه اللي هي التغيرات الكبيره وعدم التدعيم والحاجات دي كلها يعني السنه الجايه يعني شايف الموقف ايه؟ هو لسه ما دام في نقط في الدوري ما احسنتش لسه يعني هو محتاج 13 بونت المقاولين هو فاضل له المقاولين فاضل له هو عنده لعب 29 لقاء فاضل له خمسه والله عنده امل عنده امل كبير هو عايز 13 بونت بس في المباريات عنده اهلي زمالك سيراميكا زمالك جون زمالك الماتش الجاي صعبه يعني عايز 13 بس عدم الاستقرار في المقاولين هو اللي وصله للمرحله دي يا فاروق لكن انا برضو في حاجه رغم بقى المقاولين احد انديه طبعاً. الكره المصريه اللي اخذت الدوري ممتاز وافريقيا وكاس مصر فبالتالي يعني مصر.
نادي كبير يعني قليل قوي ما تلاقي عندها خلي بالك بتاخد الثلاث بطولات دول. لا وخلي بالك جيل طبعا جيل السبعيناتي كان وانت قوي جدا وانت يعني. وانت نفسك يا فاروق كنت تحس ان نادي المقاولين عنده قطاع ناشئين قوي لان انت كنت بتلعب منطقه القاهره او الجمهوريه كنت بتحس ان انت عندك قطاع ناشئين في المقاولين قوي لكن مش رحيل الاثنين لعيبه هم اللي هيأثروا ممكن يكونوا سبب من الاسباب لكن الاسباب الكبيره اللي هو عدم الاستقرار المدربين اللي هي بتمسك وبعدين بتمشي وتغيير المدربين لكن هو ده الاصل. لكن انت لما مسك الكابتن عماد النحاس وانت لما كنت موجودين هنا كنا بنشيد بيه بشكل كويس جدا وقلنا ان هو السنه الثانيه مش هيقدر يعمل حاجه لان مفيش تدعيمات وده لما مشي كمان مسك الكابتن شوقي غريب فحصل اللي حصل لكن انت نادي المقاولين يظل نادي كبير جدا ونادي ليه اسمه في الكره المصريه فرصه كابتن عنده فرص من وجهه نظرك هل الامور سهله ولا صعبه؟ صعب يا فاروق لان انت يعني انت محتاج زي ما قال رامي ان انت هتلعب الماتشات اللي جايه ماتشات صعبه عايز 13 بونت انت عايز 13 لا مش 13 بونت انت هتلعب فيهم ماتش ميت اللي هو ماتش الاهلي كده كده 3 بونت طايرين ليه يا كابتن بس دي كوره ما انا بقول لك ازاي ليه احنا بنتحسب الكوره بص كوره مع مين يا فاروق؟ مع النادي الاهلي باللي احنا بنشوفه النادي الاهلي بيعمله، النادي الاهلي مزعل ناس كتير يا فاروق. عشان النادي الاهلي بيلعب على انديه كتير جدا بره وجوه، يعني انت النهارده بتكسب بره وبتكسب جوه فما اعتقدش ان انت النادي الاهلي هيقدر يفرط في ماتشات الفتره اللي جايه. النادي الاهلي هيبقى تالت ماتش من بقى تاني ماتش من بعد سيراميكا كليوباترا، يعني هيلاعب سيراميكا ثم البنك الاهلي والمقاولين. زمالك سيراميكا؟ لا انا بتكلم على الاهلي، يعني بالنسبه للاهلي عشان فكره قوه المباراه يعني ممكن النادي الاهلي متاجل فانت حسبه من 9 بونت ابو جوله 23 في 9 بونت لا يعني الثلاث ماتشات اللي بينه وبين بيراميدز عشان يرجع لعدد المباريات بتاع بيراميدز منهم ماتش المقاولين بالظبط فهو التسع بونت دول لازم مش هينفع اي حاجه بالنسبه للاهلي لازم ياخدهم عشان الماتش وعشان يفرق بقى خلاص بالتسع بونت دول حتى لو خسر الماتشات الباقيه خلاص الاهلي خد انت غبان انت الفرق اللي فايق بتكسب يعني فاركو بيكسب الاسماعيلي بيكسب الجونه بيأدي بشكل جيد فانت النهارده كل الفرق اللي فايق يعني انت كمان عشان تاخد ال 13 بونت دول يعني شرط ان الفرق الباقيه تتغلب يا فاروق اللي هي فايق اللي هي فاركو الجونه الاسماعيلي لكن ما اعتقدش ان الفرق دي برده هتفرط بسهوله صح. يعني طبعا امور صعبه اكيد انا مع وكل شيء وارد بس هو على الارض على ارض الواقع والورق بيقول لك ما لسه في فرص في الارض خلاص في فرص ما انا بقول لك طيب ماتشات امبارح يا كابتن ماتشات امبارح ولا خلينا بس ابتدي بالمنتخب الاولمبي الاول قبل ما اروح لماتشات امبارح حدث النهارده وهو حدث خاص بمنتخبنا الاولمبي شفته يا كابتن تابعت الماتش سعيد جدا رايك بالاداء والنتيجه طبعا مرضيه بالنسبه لنا لا عايز اقول لك على حاجه انا بس بعتذر للنيني للنني بامانه يمكن افضل لاعب المباراه النهارده وبيقدم مباراه كويسه وكل اللعيبه يمكن عملوا مباراه كبيره جدا يا فاروق لكن هي المباراه الاولى هي اللي ضيعت منك ان انت استسهلتها في الاول يعني حتى ما يعني حدش يعرف منتخب الدومينيك او ما حدش يسمع عنه فانت كنت متوقع ان انت ممكن تكسب لكن النهارده لا اللعيبه كشرت عن انيابه اللعيبه النهارده عملوا مباراه كبيره جدا بتالق النهارده النني احد اللعيبه الكبيره في المنتخب الاولمبي وانا كنت في ناس كانت بتقول لك ان هو رايح تكريم لا النني رجع بتاع 5-6 سنين لورا لا الشباب اللي حواليه برده انا بقول لك شباب برده هو كمان لا وفي لا والنهارده لا لا في هيجري اكتر مني ما انا بقول لك لا وبتلعب كوره والاداء جيد ودول هم ده نواه الفتره اللي جايه للكره المصريه لا اداء جيد جدا بنتفرج على الكره سرعه في اداء في حتى النهارده شفنا غلطات لحسام عبد المجيد النهارده كانت قليله بشكل كبير جدا النهارده تالق حمزه علاء على فكرة وتالق احمد عيد البكراي لا كل اللعيبه النهارده كريم الدبيسي اللي هو ما بياخدش فرصه في النادي لا كل الفرقه النهارده كانوا عاملين لقاء جيد ولقاء ممتاز فاعتقد انهم يستحقوا المكسب النهارده لكن ما بعد كده كابتن يعني ان شاء الله لو ربنا كرم وطلعنا في المنطقه او الدور القادم يعني شايف فرصنا في استكمال البطوله دي ايه؟ بص بالاداء اللي انت شفته الحقيقة. انت بالاداء اللي انا شفته لا ان انت ممكن توصل لابعد محتاجين ان انت يبقى عندك ثقه في نفسك ان انت تادي بشكل جيد انت هتلعب الماتش الجاي اسبانيا واسبانيا ما ادراك ما اسبانيا يعني. لكن انت النهارده لعيبه بتادي بشكل جيد فاكيد ان شاء الله ان انت دخلت تاني الوقت طيب يعني تاني ده طبعا كابتن محمد بركات هاتوا لنا الصوره تاني وطبعا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي كان متواجد في الماتش ده رئيس الاتحاد المصري استاذ جمال علام مين تاني كان موجود يا جماعه في الصوره رجعوها طبعا عمليه الدعم موجوده يعني حقيقه طبعا منتخب الأمة هو ده نواه للمنتخب الاول الاول يا فاروق وعلى فكره كلهم بيلعبوا بشكل جيد جدا واعتقد ان هم يبقى لهم فرصه ان هم يبقوا متواجدين في الدوري الممتاز من الموسم القادم رامي رايك في الماتش ده وفرص منتخبنا في استكمال المشوار يكون ان شاء الله افضل في كل دور ان شاء الله يروحوا بامر الله هو كابتن محمد يعني تكمله الكابتن
ابو الذهب هو بدايه المنتخب النهارده، شخصيه اللعيبه اللي الواحد كان منتظرها بانت النهارده. يعني انا متابع المنتخب في امم افريقيا كلها، لا المباراه الاولانيه مع جمهوريه دومينيكان انا شايفه منتخب متواضع جدا، لكن احنا كنا مدينه اكبر من حجمه. اللعيبه كان عندها رهبه، حسام عبد المجيد ده دليل على اللعيبه كانت قلقانه، حسام كان متوتر جدا وكانت اخطائه كتير المباراه الاولى. المباراة الثانية اللي هي النهارده اتفرجت عليها كلها، لا هي دي شخصية المنتخب. ومعالي الوزير بجد يعني الصبح كان في الألعاب الفردية بيتفرج على الألعاب الفردية، يركب قطر عشان يروح المنتخب الأولمبي، فراجل بيساند بكل وبيدي كل الدعم للمنتخب، فاحنا بنشكره طبعا من خلالك. فأنا شايف المنتخب هي دي البداية وهي دي شخصية المجموعة اللعيبة دي، زي ما الكابتن محمود بيقول دول فعلا نواه المنتخب الفتره الجايه، وكلهم بيلعبوا في الدوري الممتاز. لا كمان يا احمد الصوره طبعا اللي هو حلم مشهور طبعا كان موجود كمان في لعيبه كمان ظهرت بشكل جيد يا رامي، ان هي ما بتلعبش في انديتها، يعني واحد زي كريم الدبيس ما بيلعبش، لا لعيب لا، بس لما يلعب منتخب الاولمبي يتالق يبقى هنا في علامه استفهام، لا لعيب كويس ولعيب جيد والله. الواحد طالب كابتن محمود، لا لو لعيب غيره يا فاروق، انت لعيب كوره ورامي لعيب كوره، لعيب كوره لما ما بيلعبش في النادي بيبعد بتلاقي مستواه بينزل، لكن هو لا بيأدي بشكل كويس جدا واستحق فرصه في النادي الاهلي. هو ماشي اوكي، ما انا مش تقليل، ما بيلعبش في لا ما بيلعبش بعد علامه استفهام بعد المستوى اللي احنا ظهر بيه مع المنتخب الاولمبي، بيأدي بشكل كويس جدا، وكل اللعيبه في النادي الاهلي خدت فرصه. حتى النهارده في مباراه المصري امبارح كان الراجل واخد اثنين ناشئين كانوا قاعدين موجودين يلعبوا، لكن انا برضو انت ما بتقللش، لكن انا بقول لك ان مستوى كريم الدبيسي في الفتره ديت لا عالي جدا مع المنتخب الاولمبي ويستحق فرصه في النادي الاهلي. الحاجه الثانيه اصبح الوقت لديك حارس ثالث وهو حمزه علاء، طبعا كويس عنده جدا شخصيه وشخصيته كويسه ولعيب ذكي صح. لا وهو كمان كريم الدبيسي يا كابتن محمد انا ما كنتش متخيل هو يبقى بالمستوى ده، بعد كمان ما الراجل مستر كوير يجيب كريم فؤاد باك رايت او هاف رايت ويلعب مكانه. يعني بقى هو كلاعب كوره اكيد هيبقى هي اهم فرصه بالنسبه لكريم الدبيس في البطوله دي، البطوله طبعا عشان يرد على هو عمل تحدي بالنسبه له وباين عليه يا كابتن. يعني حتى الماتش الاولاني انا مش هقول المنتخب كله كانت شخصيته مهزوزه، لا يعني هما كان في رهبه بس كريم كان واقف على رجليه. خلي بالك كريم لسه كويس. سنه صغير يا رامي يعني لسه انا متابعه كمان ده يعني 23 سنه كريم اصلا يا كابتن محمد، انا متابعه وهو في دجله ما كانش بيلعب باك ليفت اصلا، بيلعب زي رضا سليم جناح شمال زي احسن اللاعبين اللي جم في الصفقه المخصصه ب 10 لاعبين او 9 لعيبه جم من دجله بس دجل. هو لعيب باين من بدري اللي هو هيبقى لعيب كويس. النهارده دي بقى الاضافات، يعني النني وزيزو الناس كلها انتقدت لهم الماتش الاولاني عشان دول لعيبه كبيره المفروض هم رايحين يضيفوا للمنتخب. خلي بالك مش عايز اقطعك، خبرات النني فرقة مع المنتخب ده لاممهم بشكل كويس. كلام كابتن محمد يعني بص هو النني ممكن يكون 50-60% لعب و 40% كلام، والمكان بتاعه ده عاوز كلام اكتر من لعب. هو النهارده لا بس النهارده انا شايف 70% لعب و 30% كلام. الراجل بصراحه عمل كل حاجه، بيضغط يا كابتن محمود من كل حته في الملعب. فانا لما اكون لعيب صغير واحد زي ده بقيمه النني بيعمل كده، انا كلاعب صغير هيبقى عندي غيره. يعني ما ينفعش الكبير بيعمل كده والصغير يقعد يتفرج. فهو النهارده بصراحه شخصيه النني اللي هو عمل ده فرق مع المنتخب كله. فانا شايف دي البدايه. زيزو ايه النهارده؟ زيزو انا شايف زيزو مش هو زيزو، ما عجبنيش رد فعله وهو طالع. يعني ما ينفعش برضو انت لعيب كبير فما ينفعش يبقى تصرفك التصرف ده. يعني انا شايف الكابتن عادل مصطفى طالع راجل بيهديه، يعني الكابتن عادل برضو مش صغير واسم كبير، فما ينفعش هو طالع يتكلم معاك زيزو، ما ينفعش يرد يقول ما حدش يكلمني، يعني باينه جدا في على الشاشه كلها. فده ما ينفعش انت لعيب كبير وتبقى قدوه للعيبه دي كلها يبقى ده التصرف بتاعك. ده ما ينفعش، يعني انت والنني لمين المنتخب كله وده واضح من هنا. ده مهم، هو وجودهم الاساسي. ايوه هم لمين الدنيا كلها واللعيبه بتثق فيهم وكده. ما ينفعش انا اتصرف مع مدرب كده. طب اللعيب الصغير اللي حواليا واللعيب دول مش صغيرين، يعني انت لو رجعت كل لعيبه كابتن فاروق في الفرقه مفيش حد ما بيلعبش في الدوري اساسي في فرقته. يعني كوكا اساسي في الاهلي، شحاته اساسي في الاهلي، النني لعيب كبير، حسام عبد المجيد اساسي في الزمالك، عمر فايد بيلعب في اوروبا، احمد عيد بيلعب في المصري، ميسي اساسي في زد، محمد اسامه فيصل اساسي في البنك. والوحيد اللي ما بيشاركش مع الفريق الاول هو حمزه علاء حارس المرمى والدبيس وكريم الدبيس.
لكن الباقي كله بيلعب اساسي في فريقه. فانت ما ينفعش زيزو يبقى ده رد فعلك عشان اللعيبه كلها واخده قدوه يعني. بس ممكن انا شايف بعد في فيديو كده نزل معالي الوزير اشرف صبحي دخل لهم الاوضه اتكلم معاه واكيد انني وهو يعني هو زيزو شخصيه كويسه يعني طبعا. زيزو من الناس اللي انا بحبها على المستوى الشخصي عشان لعيب عقليته كلها محترف وعارف شغله ايه وعارف ادواره ايه. فممكن يكون اول خطا لزيزو الواحد يشوفه يعني بس ما كانش ما كنتش حابه يكون في 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 في, في حدث كبير زي ده يعني. تمام. فان شاء طيب الله. طيب لكن بالنسبه للماتش او الماتش الجاي طبعا اسبانيا ماتش صعب البطوله نفسها ان شاء الله فرصنا موجوده ان شاء الله. انت فقط التعادل معاك مع الفريق يكفيك نتعادل نكسب او نتعادل لقدر الله لقدر الله وخسرنا يعني بنستنى ده قصدك الصوره بتاعت زيزو هو طالع هو بيقول ما حدش يكلمه يعني هو الكابتن وساعات برضو الواحد هو خارج يعني برضو ايه هو كان ممكن الكابتن عادل ممكن لازم دايما لا مش حلوه صراحه كبيره كمان مش حلوه بلا لا مش بص يا رامي يعني احنا شفنا خلي بالك انا لسه كنت متكلم في الاسبوع اللي فات يا كابتن ابو دب بدون قطع كلامك واستكمالك للنقطه دي على ان انا شايف لعيبه كتير جدا سواء بقى انها تتخانق مع زميلها في الفريق المنافس او تتكلم مع مدربها وما تسلمش عليه هو في ايه ودي سلوكيا بقى احنا عمرنا كابتن كل احترام بتبقى بتلاقي لعيب هو مثلا او اتنين في في جيل في جيل في جيل مش لكن دلوقتي احنا شايفين كذا حد وفي كذا نادي نفس الوضع ونفس الموقف ونفس يعني في ايه برضو ما لازم المسؤولين اللي في الانديه ياخدوا بالهم من النقطه دي مهمه جدا مش جداً. هياخدوا بالهم يا فاروق اللعيب الوقت بقى بيتحكم في النادي لسه كنت اكمل انا بقول لك اللعيب الوقت ورامي عارف ورامي ممكن يا كابتن محمد والمسؤولين في الانديه اللي بينجموا اللعيبه دي قوي بيخليه اقوى منه وده في حد ذاته لا معلش يا رامي يعني انت مثلا كابتن ابو الدب لو انت مثلا في النادي المقاولين وفي لعيب طالع عامل كده انت الموقف كمدرب واداره النادي تعمل ايه يعني لا هتاخد موقف الموقف بس خلاص وبعدين اتعمل الموقف اتعمل وبعدين دلوقتي عمليه الاحتراف يقول لك ايه بيني وبين هتعمل ايه هي دي بقى النقطه انت هتعمل ايه خصمت منه فلوس وانت بتشتغل على الاحتراف طب وبعدين سلوكيا بقى طول ما انت هل هو هيبقى في عمليه تقويم بالنسبه له بالتصرف ده في لعيبه انا بقول لحضرتك اقول فلوس بتفرق معاه ممكن يتعامل معاه ماديا في لعيبه تفرق معاها اللعب تتعامل معاه في اللعب يعني في لعيبه كابتن فاروق عصبيه يعني انا زيزو ما تخيلتش اللي هو يبقى ليه رد الفعل ده اقول لك انا لعيبه بقى قدامي بتخسر منهم بالملايين ولا فرق بالمليون عادي ايوه عشان هو بياخد كام ما انا مش عاوز اذكر نادي من الانديه اللي هو يا رومي مش نادي في الوسط حتى فاروق انت واخد زيزو ليه يعني منتخب عشان يضيف لك عشان يضيف للمنتخب الاولمبي ولا عشان يعترض لا يعني واخدك عشان تبقى قدوه للشباب ده وتحمسهم وتشجعهم لو انت مكان لو الجهاز الفني ده بتاع المنتخب الاولمبي عنده شخصيه لازم يرحل زيزو بعد اللي عمله في المباراه لان انت لما بتفرقش معاهم اصلا الماديات والخصومات كمان سلوكيا الجيل ده عنده سلوكيا صعب جدا كل لعيب بيتغير وما بيأديش بشكل جيد بيروح طالع وبيروح متنرفز على المدرب يا عم ده انت ما عملتش حاجه ده انت ما كنت أيوة انت عايز انا كل لعيب هيترحل ده انت بتلعب وانت منتخب يا فاروق خلينا نتكلم بصراحه بص اسمع بس والله العظيم انت بتعترض على التغيير ليه انت ما عملتش حاجه طول المباراه وانت المفروض واخد مكان لعيب اصلا تعب وشقي عشان يوصل الفرقه للمنتخب للاولمبياد وانت ظلمت لعيب زي الاخو لا يترحل ايه المشكله ان يترحل ما في لعيبه اكتر منه اترحلت انا بتكلم على اسباب اخرى انت لا مش اسباب اخرى أسباب انت بتعترض على المدير الفني في بطوله عالميه زي دي كل بتتلعب كل اربع سنين والتاريخ هيذكر النهارده هو انت طالع بره واحنا شايفينك ان انت كنت كويس وبتأدي وانت طالع تعترض نفس الطريقه اللعيبه اللي بتعترض وتطلع وتتقمص يعني انت النهارده في لعيبه كتير جدا يا فاروق مستواه واقع يعني انت النهارده لما تقول لي مصطفى فتحي لعيب كويس اقول لك ده لعيب 10 على 10 لكن لما جه قدام النادي الاهلي ما في صفر مش موجود فلما الراجل خرجه ده انت كنت تعال على الفرقه نفس الطريقه امام عاشور بقاله 3 ماتشات مش هو امام عاشور اللي احنا نعرفه قفشه لما بينزل بيكسب الفرقه فانت ليه بتطلع وبتخرج وبتطلع لازم هنا يبقى في رد حازم من مجالس الادارات والجهاز الفني لكن انت بتتكلم على الفريق مباشره يعني هل انت شفت ما اعتقد بيراميدز اخذ موقف والاهلي اخذ موقف من امام ولا ما اخذش لا ما اخذش ما فيش حاجه معلنة تصرف برضه انا بقول لك ما فيش حاجه ممكن عشان تعيد الانضباط تاني للفرق والكره المصريه
لازم يبقى فيه سلوكيا للعيبة دي، في حاجات تربوية، لان انت النهاردة انت قلت حاجة كويسة، انت الوقت بقى بتسمع مشاكل وبتسمع خناقات، واللعيب بيطلع ما يسلمش على المدير الفني، ده بيحصل في المنتخب الكبير والمنتخب الاولمبي، وبعد كده ده بعد كده ممكن اللعيب يضرب مدير فني. ما هتوصل لكده، ان انت بتوصل ان النهاردة اللعيب بيطلع وانت زعلان، ما احنا بنقعد نقول يا جدعان لا اللعيب ده كويس ومعذور النهاردة ما كانش كويس، لا النهاردة ما قداش بشكل جيد، لا هنقعد نطبطب، لا ما فيش، مش هتوصل. لا المنتخب الاولمبي ده من اللعيبة كويسة جدا ونواة، وهتدي للكرة المصرية الفترة اللي جاية، وده يجب ان انت تحافظ عليهم حتى لو ما عملتش حاجة. لكن انت عندك مهنني هو انني لو كان طلع كان هيعمل كده؟ لا طبعا ما فيش لعيب بيطلع طالب بالترحيل يعني زيزو بسبب الموقف ده. هيتراح عليه المش... مش انت بتقول رايي، مش انت بتقول رايي، انت بتقول ده اخد راي رامي. بيقول لك رامي يتخصم منه، ما تفرقش يتخصم فيه، هو مش هيتخصم، هو ما يعني فيش حاجه هتتخصم هو في المنتخب الا وبعدين يعني اطبطب عليه وزير يجيبه على النبي؟ لا معلش ما تزعلش عشان مدير الفني. لا يا باشا اللي مش عايز يلعب ما يلعبش. انا شايف وجهه نظر يا كابتن، يعني لو هيحصل فيه حساب يبقى حساب في الملعب. معلش لما لعيب كبير زي زيزو مثلا تلاقي الماتش اللي جاي ماتش اسبانيا مش بادئ، ده هيبقى ده حساب اقوى حساب لي. وانا كنت شايف هو الكابتن عادل، انا عارف تفكير الكابتن عادل، هو لعيب لا هو كابتن عادل شايف كابتن محمود لعيب كبير جاي مع المنتخب الاولمبي، انني لعيب كبير جاي مع المنتخب الاولمبي، هو شايف الراجل خد قرار خلاص اللي رامي يطلع مثلا وانني يطلع ودول لعيبه كبيره، فهو عارف لو اي لعيب تاني هو كابتن عادل مش هيروح له. لكن هو شايف زيزو اصلا اول ما رفع الراجل التغيير هو جاي من نص الملعب قاعد عاوز يتكلم، بس بيتكلم بعينيه ما بيقولش اي حاجه. انا كنت شايف الكابتن عادل لو قرى المشهد من جوه كابتن فاروق ما كانش راح وكان سابه خالص، كان هيدخل يقعد على الدكه، هيقول هيبقى طالع متعصب زي ما اي لعيب بيبقى طالع متعصب. ممكن يكون احنا بقى هنقول كلام عكس ده، هنقول ده هو عشان هو وحش النهارده فطلع متعصب ما عملش اي حاجه هنقدر نعالج الموضوع. لكن هو المشهد ده هو بيقول ما حدش يكلمني. مثلا منتخب المغرب ما في نجوم موجوده، اشرف حكيمي، في اشرف حكيمي وفي مين تاني الحرب بتاع ورحيم ورحيم يعني بالتالي برضه الراجل ده بيموتوا نفسيهم، ده أيوة بيتفرج عليهم في مباراه الارجنتين. زيزو برضه بيموت. انا ما بكلمش على زيزو، انا بتكلم ونين هو ونين النهارده. الفكره انك احترام المدير الفني، احترام المدير الفني وانت بتلعب في باريس يا فاروق، ده انت بتلعب قدام لعيبه، يعني انت بتلعب. اعتقد مشاركه لزيزو هي الاولى وبالنسبه له شرف كبير جدا لاي لعيب يبقى موجود في الاولمبياد. انا بقول انا بقول لك انت رايح جاي عشان تضيف للعيبه اللي موجوده، عشان تضيف للمنتخب، عشان تبقى حاجه كويسه، انما ما تعترضش ومحدش يكلمني اصلا اللي هيكلمنا ايه. طب كابتن ترحيل برضو ولا ده؟ انا شايف مش ترى ما توصلش شويه. لا ما لا انا جدي عشان كابتن هو بيتكلم في الصح. انت لا انا شايف الموقف اللي زي ده اللي انا ممكن اطلعه كمان بره السكور الماتش اللي جاي. تمام. والناس كلها هتبقى مع الراجل على فكره، مش هيبقوا ضده، يعني هيبقى حاجه تربويه ويبقى درس للعيبه الزواره كلها. اسمحوا لي نطلع الفاصل ونكمل مع كابتن مصر بعد الفاصل. ايه الاخبار؟ هل الامور بالنسبه للاهلي خلاص الامور بالنسبه له بعد ماتش امبارح مع اقوى فرق الدوري بيكسبها، كسب بيراميدز المنافس تقريبا ماتشين، يعني بالنسبه له تقليدي في الموسم ده، يعني مش التقليدي دائما، التقليدي دائما معروفه طبعا نادي الزمالك، لكن الموسم ده نادي بيراميدز حقيقه عامل موسم رائع، ولكن قدام الاهلي الامور اختلفت تماما. فكره المنافسه بقى كابتن والماتشات القادمه لبيراميدز مثلا احنا اتكلمنا عليها، هل هتكون بنفس الشكل اللي كانت قبل ال 14 فوز متتالي، ولا هتختلف بعد هزيمتين وتعادل امام نادي الزمالك؟ لا يعني خلينا في البدايه، فاروق هو الاهلي رجع لمكانه الطبيعي اللي هو ركب الدوري من بدري، وده كان الهدف الاول ان انت تركب الدوري تبقى اول الدوري حتى لو بهدف اعتباري. فاعتقد ان النادي الاهلي هو ده اللي كان بيفكر فيه، لكن انت في نفس الوقت النادي الاهلي كسب بيراميدز رايح جاي في خلال 10 ايام، ويمكن خد منه، في ناس كتير كنت تقول لك 6 بونت، لا انا ما اعتقدش ان هم 6 بونت، هم 12 بونت، ان انت بتوقع المنافس بتاخد منه 3 وبتوقعه 3 وده اللي حصل. لكن انت المنافسه مع النادي الاهلي منعدمه، يعني احنا شايفينها حتى في جميع الفرق. ده كان متوقع كابتن؟ ما دي متوقعه، واللي احنا بس انت كنت بتتكلم كوره، زي ما انت دلوقتي بتقول رامي المقاولين محتاج 13 بونت بتقول ممكن ياخدهم ودي كوره وده وارد، لكن مع النادي الاهلي ما فيش حاجه وارده. النادي الاهلي بيلعب على المكسب ودايما بيكسب اي حد، وهيلاعب اي حد هيكسبه في الفتره اللي احنا شايفينها. مش بقى عشان حاجه،
لكن النادي الاهلي يا فاروق تعامل الجهاز الفني مع اللعيبه، تعامل اللعيبه نفسها مع البطوله في حد ذاتها، مع الماتشات اللي فرقت بشكل كويس جدا. النادي الاهلي لو فارق معاه فرقه ضعيفه او فرقه سهله هيلاعب اي حد، والبطل بيلاعب احد، واللي عاوز يشوف الحاجات دي يتعلم من النادي الاهلي، ان انت بتفكر ان انت تكسب التلاتة بونت وتكسب الماتش وبعدين تفكر في الماتش اللي بعده، تكسب التلاتة بونت وتفكر في اللي بعده. لكن احنا كنا متخوفين ان احنا بتلعب فرقه جامده. اه المصري كان عامل مباراه كبيره جدا، وبحيي فيها فرقه النادي المصري، لان هو ده اللي احنا شايفينه الفتره الجايه فاروق، ان اي فرقه هتلعب النادي الاهلي كل املها في البطوله ان هي تعطل النادي الاهلي، هو ان يحقق ان هو يكسب النادي الاهلي. لكن ده مش هيحصل، لان النادي الاهلي واقف على رجليه بشكل كويس جدا بدنيا وفنيا، والراجل بيعمل روتيشن وبيعمل تغيير في بعض المراكز. حتى امبارح شفنا كريم نيدفيد اللي بقاله فتره ما بيلعبش، لا بيأدي بشكل جيد جدا، عشان مروان عطيه كان عنده ظروف اللي هو زفافه. شفنا كريم فؤاد بيتألق بشكل كبير جدا، الشناوي عدل مستواه بنسبه كبيره جدا يا فاروق، ويمكن انقذ كوره امبارح في 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 الدقيقه الاخيره. لكن انا في حاجه فاروق، انا ليا الشرف لعبت في النادي المصري ولبست تيشيرت النادي المصري وجماهير بورسعيد، اتمنى كل الماتشات من النادي المصري ان تلعبها كده، لان انت هتبقى في حته تانية. النادي المصري ومجلس ادارته وجماهيره موفرين له كل شيء. أيوة فريق ان انت فريق قوي، لكن انت كنت قبليها متعادل مع المقاولين والجماهير بورسعيد مش راضيه. لكن انا بقول لك ان ما مش قدام، ما تستأسدش قدام الاهلي. بس بص انت بتقول مش راضيه، دي ميزه الفريق الشعبي طبعا. طبعا الجماهير بتفهم كوره يا فاروق. انت ما تتخيلش ان جماهير لعيبه المصري دي راحت من 3 ايام في بورسعيد وانا كنت في بورسعيد، ما تخيلش الفرحه اللي كانت. بورسعيد انت؟ لا انا بحب بورسعيد. بتروح بورسعيد؟ اه طبعا بحب بورسعيد. من غيرنا انت؟ لا بحب. لا والله ده كان زياره. لكن انا بحب بورسعيد بلد. لا بلد تحب ترتاح فيها نفسيا. شعب مريح جدا يا فاروق، احب كره القدم، احب النادي المصري جدا. لكن انا بتمنى ان كل الماتشات، ان الجهاز مجلس الاداره والجماهير موفرين لي الجهاز الفني كل سبل وعوامل النجاح. انا بتمنى كمحمود ابو الدهب واحد ان لعب في النادي المصري وكان شرف ليا، ان اتمنى ان جماهير بورسعيد دي النادي المصري يرجع تاني يلعب في بورسعيد، لان هتشوف المصري بشكل. لكن انا بكلمك يا فاروق، انت بتتكلم عن المنافسه. لا النادي الاهلي خلاص يعني وصل ان انت تبتدي تكسب، وابتدي ان انت هتحافظ وقربت من الدرع، وده مكانه الطبيعي في الجزيره. اروح بقى للسؤال، هل من منافس للاهلي يا كابتن خلاص، ولا الامور صعبه على كل الانديه بما فيهم بيراميدز؟ الحقيقه اللي فاجئنا انه قعد 14 ماتش بلا هزيمه، او بلا هزيمه يعني. ففكره انك كنت منتظر الماتشين بتوع الاهلي عشان تشوف ايه اللي هيحصل، برضو كطبيعه الاهلي الحقيقه ما بيفرطش في المباراه بتاعته، خصوصا لما بيبقى عايز يركب الدوري الممتاز. فبالتالي هل المنافسه بقى بقت منعدمه؟ الزمالك بعيد، بيراميدز ما بيقدرش يتعامل مع فريق الاهلي. من رايك في الدوري الموسم ده بالاخص بقى الاهلي ومشواره الحقيقه؟ انا شايفه كابتن فاروق، يعني انا كنت ما اتسألت على الدوري هيتحسم في المباراتين بتوع بيراميدز اللي هما الدور الاول والدور الثاني. بعد ما الاهلي خد المباراتين الدور الاول والدور الثاني، انا شايف الدوري اتحسم. ليه؟ عشان انا شايف المباراه الاولانيه المدير الفني بتاع بيراميدز ما قراش شخصيه النادي الاهلي، ما قراش ان النادي الاهلي بيلعب على بطوله، وعارف ان المباراه ديت هي مباراه البطوله. لو النادي الاهلي كسب خلاص الموضوع بنسبه 50% اتحسم. بعدها بسبعة ايام لعبوا المباراه الثانيه، برضو ابتدى يغير في التشكيل شويه، لعب احمد توفيق ومع انه عنده كريم حافظ عشان حمدي كان موقوف. هو شايف وجهه نظره كده، بس انا شايف اللي هو مش ما قراش النادي الاهلي كويس. زي ما مستر كولر بيقرا بيراميدز كويس، قراهم في المباراتين كويس جدا، قدر يلعبهم وقدر يديهم الاستحواذ في الوقت اللي هو بيعاوز يسيب ليهم الكوره، والوقت اللي عاوز يضغط ضغط عالي كان بيضغط ضغط عالي. فانا شايف المباراتين دول خلاص بنسبه 100% الدوري اتحسم للنادي الاهلي. النادي الاهلي خلاص ما دام رجع زي ما الكابتن محمود لوضعه الطبيعي بقى، اعتلى الجدول، خلاص الموضوع بالنسبه له انتهى، استحاله يتنازل عن الدوري يعني. وفي ثلاث مباريات فرقه كابتن محمود عن للاهلي. فالثلاث مباريات دول بتسعة بونت، التسعة بونت خلاص الاهلي حسم الدوري يعني. فهو احنا كنا كل الناس كانت حتى في كل القنوات كان كله بيتكلم اللي شايف في حاله السنه دي في بيراميدز، مركزين طبعاً. عندهم هدف وكده، كنا سعداء بحاجه زي كده اللي احنا يبقى فيه منافسه، خصوصا مع ابتعادنا الزمالك. ايوه الزمالك ابتعد من بدري عن المنافسه، فكنا حابين ان الدوري يبقى له متعه للنهايه يعني. فكان كل الناس مستنيه اللي يبقى فيه ماتشين كويسين. حصل المباراه الثانيه بالاخص اللي كانت كويسه، المباراه الاولى الاهلي عملها كويس جدا، بيراميدز ما انا كنت شايف المباراه الثانيه، هو الشوط الثاني كان كويس، المباراه الاخيره ديت. ف
ده انا بقول لحضرتك يعني بنبارك للنادي الاهلي على الدوري. ما يعني احنا هنقول لسه بدري، بس انا شايف ان النادي الاهلي خلاص مدام اعتلى الجدول والنادي الاهلي دي الحاجه اللي الكابتن محمود اتكلم عليها برده وكابتن فاروق، الراجل مستر كورن مع اللعيبه اللي موجوده في اوضه اللبس بتفصل ازاي وبيدوا لنفسهم دوافع في كل بطوله. يعني النادي الاهلي كل بطوله بيدخل ياخدها يفرح النهارده يقفل يا كابتن. ده في ميزه كمان يا رامي، ان الراجل مدي كل الفرقه اساسيه، يعني مفيش لا اساس ولا مخلي اللعيبه كلها حتى في مباراه الالمانيا. وانا كنت معاك يا فاروق لما بنتكلم قلت لك هيلاعب ناس اللي هي بعيده عن مستواه، لكن لما جيت لاعب الفرقه انا اعتقدت ان الفرقه الاساسيه اللي بتلعب، يعني بيرسي تاو وتلاقي رضا سليم قفشه اسماء كبير. فانت النادي الاهلي اصبح الوقت يمتلك 30 لعيب من افضل 30 لعيب في افريقيا. هو الراجل عنده شخص. خليني اسالك لو سامع ابو علي يا رامي كراس حربة، انت رايك في ايه بعد ال 12 هدف في النص موسم برضو، يعني تقييمك ليه وفكره الاستمراريه في المركز ده كمان؟ الاستمراريه مهمه جدا، مش طبعا. تالق وثبات التالق ده او انحداره، لا انك تكمل وتعلى طبعا. انا طبعا يعني الواحد بيحمد ربنا ان النادي الاهلي بقاله 4-5 سنين بندور على راس حربة. راس حربة بصراحه يعني مفيش راس حربة جه في كل المواصفات. انا شايف وسام في كل المواصفات يا كابتن، طول بعرض بسرعه بيلعب هيدرز وقوي وبيلعب باليمين وبيلعب بالشمال ولاعب كوره، ما يعني لاعب كوره مش جاي وخلاص. اخيرا الانتقاء جه مظبوط الحمد لله. ما انا بقول لحضرتك وحاجه كمان، ايه الميزه ده كله اللي هو فلسطين، يعني مش لاعب محترف. يعني دي برضو دي بقى حاجه الناس كلها مش، انا مش شايفه يعني النظام اللي عندنا هنا في الاتحاد المصري الفلسطيني بيتعامل معاه. لا وكمان دخل كمان مع اللعيبه اللي موجوده، هو عشان لعيب كويس واتاقلم بشكل كويس حتى، هو عشان مع انه هو عايش بره خلي بالك، بس هو لعيب، هو دخل بشكل شخصيته عنده شخصيه ولعيب كويس ومثل الجيل اللي موجود ده في النادي الاهلي برضو يا كابتن فاروق بيحتوي اي حد. يعني النادي الاهلي بقاله 10 سنين كان محتويين مودست يا راجل. يعني مودست نفسه باللي عمله يعني مودست ده كان احتويه، لكن مودست ده حظه وحش مودست. اللي هم احتووه خلي بالك، بس خلي بالك وانت كنت فرود وفاروق فرود، لا ثقه المدير الفني كمان في اللعيب النهارده لما اللعيب يبقى موجود قفشه وموجود لعيبه كبيره بتشوط ضربات جزاء وهو يشوط اهم من لسه كنت بقولها يا كابتن، بس المدير الفني مين اللي بيلاعب يا فاروق؟ ماشي يا كابتن بتلعب، بس لو اداك اداك والجمهور مش هو كان عنده حسن الظن. خلي بالك ده جاب جون امبارح عالمي، حتى الكوره جاب جون عالمي، جون وسام جون عالمي، يعني الهيدرز بقى عارف بقى في لعيبه في لعيبه بتقف في الهواء زي الكابتن علي بجريشه ده الله يمسيه بالخير كان بيقف في الهواء عشان يحطها بدماغه. طب انت عارف صعوبه دي، ده رجعك تاني ان انت الوقت يا فاروق واللي احنا كنا بنتكلم عليه ان لازم يكون في فيرود في ال 18 بيلعب بدماغه كويس. طب انت عارف صعوبه الجون ده ايه؟ عارف صعوبه الجون ده ايه؟ قول يا رامي. ان هو رجع لها لورا، لا المساك طالع معايا، لا بس يعني المساك في الهواء كابتن فاروق انا مش شايفها. لا هو يعني انا وانا في الهواء انا وهو انا مش شايف الكوره، بس طالع اعلى. ماشي يا كابتن ابو ده، بس انت لو رجعت الجون يا كابتن خلي بالك المدافعين رضا سليم عمله المساك بتاع المصري طالع، وهو طالع عامل حساب اللي هي ممكن تعدت، هو وجه بس وما عملش اي حاجه. وكروس قوي هو وجه، فالتايمنج بتاعه لا 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 بس خلي بالك المساك ضبش ده ولا مش عارف مين اللي كان واقف ده، كان يا راجل ده بينه وبينه ده سايبه، يعني مش قريب منه. عارف لو قريب منه ما كانش وسام يحطها بشكل كده، وانت كنت فرد وعارف لو زقك بكتفه كان كان هيخيم، لكن هو طلع ان هي اتعملت. خلي بالك الاوفر ده برضه يعني الاوفر بتاع رضا سليم عاملها بشكل كويس جدا. طيب خليني بس اخوكم بس الماتش الزمالك برضه، والحقيقه الزمالك بيقوم دلوقتي في التوقيت بشكل مختلف او بيتعامل مع اللاعبين بشكل مختلف، هو ان انا خلاص ابتعدت عن المنافسه وبشوف بقى اللاعبين اللي عندي، سواء بقى الوضع اضطراري او حتى ان انا ابتدي بقى اجرب فعلا وابتدي يعني اجهز للموسم الجديد بلعيبه يقدروا، حتى لو انا مش هقدر اشتري يبقى دول موجودين. صح. رايك في مجموعه اللعيبه او الاثنين اللعيبه اللي كانوا موجودين امبارح في التشكيله الاساسيه، محمود الشناوي رامي، سواء احمد مجدي او محمود الشناوي؟ الحقيقه اللي عندنا الشناوي جديد اهو، الشناوي دايما بيبقى حارس مرمى. اسم الشناوي بس يبقى حارس مرمى. بصراحه يا كابتن يعني انا شايف بقاله 3 4 ماتشات النادي الزمالك بيجرب 3 4 لعيبه، يعني في لعيب برده من 3 مباريات كده لعب على الدايره، لعيب كويس جدا وممكن الراجل خلاص اداله مباراه في الثانيه. محمد سيد انا مش فاكر اسمه، بس هو لعب على الدايره. انا لعب الراجل شافه مباراتين، انا ممكن يكون ما ادالوش المباراه ديت عشان خلاص يعني ايه خد الثقه ولعيب كويس جدا.
احمد مجدي امبارح لما جاب هدف ذاتي في نفسه، انا كان طبعا انا حاسس بيه كلاعب، لعيب صغير لسه واول مباراه ليه ويجيب هدف في نفسه، بس الحمد لله للفار انقذه واتحسبت اوفسايد على محمد حمدي. محمود الشناوي عمل مباراه كويسه، هو عمل الضربه الجزاء برضه خلي بالك. ايوه بس انا بقول على الجون يعني. هو لعيب مبشر، هو لعيب يعني اللعيبه دي اللي تلعب ويبقى عندها ثقه، ده اللي حضرتك بتقول عليه والكابتن ابو الدهب، اللي لازم مش كل حاجه اشتري لعيب، هيجي في وقت الارقام اللي انت بنسمعها والمبالغ الكبيره اللي احنا بنسمعها دي هتبقى عبء على الانديه مهما كانت الانديه. لا مش متفق معاك يا روم، لان انت مش هتعتمد على قطاع الناشئين، انت اصلا الفتره اللي جايه انت محتاج صفقات كتيره جدا. نادي الزمالك لو انت عاوز تخش في المنافسات مع الاهلي وبيراميدز الموسم القادم لازم يبقى عندك صفقات تقدر تجاري انت ممكن واحد او اثنين، حتى حارس المرمى اللي هو لاعب لسه صغير يعني انت برضو مش هتدي له الفرصه. طب احنا دلوقتي كابتن هو مبشر كوكا مين كوكا؟ كوكا في الاهلي ما بيلعب اساسي، ده اساسي ليه دلوقتي؟ عشان الاهلي عنده ثقه فيه من اول ما طلع واداله القوام حواليه برضه واداله. خلي بالك كوكا كابتن من اهم اللعيبه في النادي الاهلي يعني من اهم اللعيبه. ما انت عشان النادي الاهلي يا رامي عشان انت تلعب ناشئ لازم زي ما فاروق بيقول او انت بتتكلم لا اللعيبه تشيله، انا أيوة. مش هنطلع انا اشيل انا اللعيبه لا 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 انا كان وجهه نظري كابتن ابو الدهب اللي هو في الخمس ست مباريات اللي فاضلين اللي هو الراجل هيلاقي مثلا 3 4 كويسين. لو كل سنه اي نادي من اول النادي الاهلي الاصغر نادي طلع 2 ناشئين بس بقوا في وسط اللعيبه الكبيره. بص الماتشات اللي بتتلعب الماتشات بص يا فاروق في عجاله الماتشات اللي بتتلعب في الزمالك دي ماتشات وديه بالنسبه للراجل بيشوف عشان اللعيبه اللي هتمشي اللعيبه اللي هتقعد اللعيبه اللي هتقعد يعني مش هتفرق. انت محتاج هو كان كل هم الزمالك او مجلس اداره الفتره اللي فاتت ان انت تاخد الكونفدراليه والموضوع انت على كده، لكن انت كنت بعيد عن المنافسه في الدوري. فانت بتتكلم ان وقت الفتره اللي جايه ان انت تشوف بعض اللاعبين اللي هتاخد رايك فيهم او تكتب تقرير فيهم، لعيبه هيمشي لعيبه تقعد لو لعيبه مش هتبقى موجوده. والحقيقه جابوا جول حلو امبارح للزمالك. جول حلو عجبني عملوها كويس قوي عبد الله السعيد ومصطفى الشلبي. لا والزمالك كان بيرد على التشكيك اللي حصل بصراحه وانا بحترم اللعيبه يعني كانوا مشككين ان هم هيفوتوا المباراه. لكن طبعا نادي كبير. لا خصوصا كمان برده ان مكسب الاهلي الماتشين خلى برده ان الامور يعني خلاص بالنسبه لبيراميدز الموضوع انتهى يعني. ما انا بقول لك طيب رامي نورت وشرفت ان وقتنا انتهى. حبيبي عايزين حلقه اطول من كده كان ابو الدهب هو اللي موجود معانا على طول فما فيش مشكله بقى جيت ولا ايه صاحب بيت انت نورت يا كابتن ربنا يخليكم بشكركم ان شاء الله كده دايما نشوفكم على خير بكره ان شاء الله هنكون معاكم في حلقه جديده بامر الله تصبحوا على خير.